20,000 صياد ببحيرة ناصر في أسوان يعانون من ضيق الحال وفقر الخدمات والتأمين الصحي، وذلك على الرغم من تسديدهم الضرائب، مما جعلهم يهجرون ثالث أكبر بحيرة صناعية في العالم. المزيد في تقرير محمود جاد الكريم الذي أعدته وقرأته شيرين مجدي. من امتهنوا الصبر باتوا يشكون. يعني حاجة صعبة ومعيشة صعبة اللي هم عايشين فيها، حياة غير أدمية، لا تنمية ولا زريعة، ومع ذلك بقى الانتاج معانا ضعيف، العمالة كلها مشت، لأن العمالة هربت من البحر خالص عشان خاطر الانتاج ضعف خالص، ما فيش انتاج. 20,000 صياد ويزيد يعملون في بحيرة ناصر، ثالث أكبر بحيرة صناعية في العالم، وعلى الرغم من ذلك يعانون ضيق البحيرة عليهم بما رحبت. المراكب كثيرة والحال واقف والناس سابتها ومشت. صاحب الملك النهاردة ساب حاجته ومش. صاحب الملك ساب حاجته ومش. ليه؟ ما شايفش فيها إنتاج ولا فيهاش منفعة. بتاج المواعين هنا المسطحات الزراعة، بجيب المسطحات معاها. واحد جايب معيشة من البحر ملوحة مشتريها، أو صياد معدي بيها جايبها للمينا. خد لبالك يا فندم، تاج هنا ويقبلوه ياخدوها منه، ولا محضر ولا اي حاجه، وحاجه راحت خلاص مزبوطات. الاوضاع يعني مش نافعه تحت الاسعار، اسعار السمك، اسعار السمك اللي هو الشبار، الشبار يعني بياخدوه منينا ب 3 جنيه بيسلموه ب 10 و 12 و 11، برضه البلطي يعني برضه هنا اسعار برضه ميته خالص. المعاناه ليست في البحيره فقط، بل وعلى شواطئها ايضا. فنحو 80% من الصيادين يفتقرون إلى الخدمات والتأمين الصحي والمعاشات على الرغم من تسديد الضرائب. أول حاجة عاوزين طاقة شمسية، الناس كلها قاعدة في البر، واللي عاوز يأكل واللي عاوز يشرب واللي جاي تعبان من الصرحة بتاعته بيجي بالليل، ما فيش إنارة، الواحد بيلسعه عقرب ثعبان، وبعدين ما فيش خدمات طبية، حتى لو لسعوا مثلا ثعبان أو حاجة احنا بنمشي بالأربع ساعات والخمس ساعات لغاية ما نلقى مستشفى أو نلقى مصلحة حتى ندهله، في ناس بتموت. حال جعلت الصيادين يفرون هاربين من بحيرة تعد من أفضل مراضي السمك الطبيعية في العالم، حتى وصل إنتاجها في يوم من الأيام 100,000 طن، والنتيجة اليوم بحيرة ناصر خاوية على عروشها. أطهر سمك على مستوى جمهورية مصر العربية السمك بتاع بحيرة ناصر ده، لأنه في مرابي طبيعية، ما فيهوش لا علف ولا ما فيهوش أي مكسبات طعم ولا أي حاجة، سمك طاهر، سمك بحيرة ناصر. الصيد الجائر يتمنع، وعاوزين تنمية للبحيرة عشان العمالة كلها هربت من البحيرة، تحط زريعة للبحيرة عشان ما فيش سمك في البحر. حال كان لابد معها من وقفة جادة من الدولة، وهو ما تحقق بتشكيل لجنة من وزراء الزراعة والري والإسكان والتموين والسياحة لتنمية وتطوير بحيرة ناصر صاحبة 45 عاما، باب مصر الجنوبي ذات العمق الاستراتيجي والاقتصادي لمصر مع دولة السودان.